اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامج ترند الزمن الجميل اللي بنرجع بيه عشرات السنين عشان نقلب في حكايات فنيه وقصص قديمه من واقع حياه نجوم الزمن الجميل، وفي نفس الوقت بنتخيل لو الحكايات والمواقف دي حصلت في وقت كان فيه سوشيال ميديا وجوجل ويوتيوب كان الترند هيبقى شكله ايه والهاشتاج ممكن نقول في ايه. تعالوا نشوف الحكايات والترندات اللي معانا النهارده ونسترجع مع بعض ذكريات من زمان فات. انا حسب الله السادس عشر. الترند الاول معانا النهارده عن فنان عظيم، ادواره ومشاهده وافيهاته في السينما لسه بنرددها لغايه دلوقتي، لكن الدراما في حياته كانت اكبر بكتير من السينما والتلفزيون. هو الفنان عبد السلام النابلسي اللي خد لقبه من مدينه نابلس في فلسطين اللي اتولد فيها سنه 1899. كان عبد السلام النابلسي سليل عيله محافظه جدا من المشايخ والعلماء، ابوه كان قاضي وجده كان عالم دين اسلامي. حفظ عبد السلام النابلسي القران وهو طفل وتعلم اكثر من لغه منها العربيه والانجليزيه والفرنسيه، ولما وصل سنه لـ20 سنه بعت والده القاهره عشان يتعلم في الازهر الشريف. بدا النابلسي دراسه في الازهر الشريف فعلا، لكنه ما لقاش نفسه في المجال ده وحب يتجه للفن عشان تبدا رحلته الحقيقيه مع المعاناه والشهره. قرر عبد السلام النابلسي دخول عالم الفن من خلال الصحافة الفنية اللي اشتغل فيها فترة بسيطة، بعدها سابها والتحق بفرقة جورج أبيض المسرحية، ودي الخطوة اللي كل أهله عرضوه فيها. أهله ما اكتفوش بمعارضته، دول كمان قرروا مقاطعته وعدم إرسال أي أموال ليه، ولكن ده ما غيرش أي حاجة في قراره. بعد فترة اختلف عبد السلام النابلسي مع فرقة جورج أبيض المسرحية وسابها وراح فرقة يوسف وهبي، لكنه اطرد من الفرقة بعد شهرين بس. قرر عبد السلام النابلسي يجرب حظه في السينما وقدم دور صغير في فيلم وغز الضمير، وبعدها عمل اول دور كوميدي في حياته في فيلم القناع الاحمر. حقق عبد السلام النابلسي نجاحات كبيره خلته يشتغل بعد كده مع ممثلين كبار زي عبد الحليم حافظ واسماعيل ياسين وفريد الاطرش وغيرهم كتير، لغايه ما اصبح اشهر سنيد في الافلام المصريه. ده على المستوى الفني. اما على المستوى الشخصي، امتنع عبد السلام النابلسي عن الجواز لغايه ما وصل لسن 60 لما وقع في حب احدى معجباته كان اسمها جورجيت سابيت اللي اتجوزها رغم رفض كل اهلها، حتى انهم رفعوا عليه قضايا بالطلاق، لكن المحكمه في النهايه اقرت بصحه الجواز. للاسف اضطر عبد السلام النابلسي للهروب من مصر بعد ازمه كبيره مع مصلحه الضرائب المصريه اللي طلبت منه ساعتها 13000 جنيه، وده كان رقم كبير جدا في وقتها. عشان يخلص النابلسي من الازمه دي عرف يخرج فلوسه او يهرب فلوسه بره مصر عن طريق لعبه على شكل دب كبير، وبالفعل سافر عبد السلام النابلسي واستقر في بيروت وعاش حياه مرفهه جدا، لكن من سوء حظه ان البنك اللي حط فيه كل فلوسه اعلن افلاسه وراحت عليه ثروته كلها، وبعدها دخل في حاله نفسيه سيئه وشعر بالام في المعده وبدات معاناته الحقيقيه مع الفقر والمرض. انا بحب الاطفال كتير، بحبهم لغيري. ليه انا انا بلغني بيكونوا يعني مشكله بلغني. بالنسبه لي مشكله. حد ممكن يصدق ان عبد السلام النابلسي كان بيسيب مفتاح الاوضه اللي بينام فيها قدام الباب من خوفه انه لما يموت محدش يعرف يفتح الاوضه؟ وفعلا مات عبد السلام النابلسي بسبب امراض القلب يوم 5 يوليو سنه 1968، وما كانش معايا مصاريف دفنته ولا جنازته، لكن الموسيقار الراحل فريد الاطرش اللي شاركه بطوله كتير من افلامه هو اللي دفع كل المصاريف. قصه النابلسي من فلسطين لمصر لبيروت ومن الازهر للفن ومن الحياه المرفهه للموت ومعهوش ولا جنيه اكيد كانت هتتصدر الترند وتثير جدل كبير على كل مواقع السوشيال ميديا. ليك عين بعد اللي عملتيه؟ ما كل الستات بيعملوا كده. اهو الستات اللي مالهمش رجاله طبعا. الترند الثاني معانا النهارده عن بوسه، او بمعنى ادق ازمه بوسه، بين الفنانه الجميله كاميليا والفنان كمال الشناوي. قصة البوسة دي حكاها المخرج صلاح أبو سيف أثناء تصوير فيلم الشهير شارع البهلوان. الزهق والست لا معلوم، في مثل بيقول إذا هيأت نفسك تحبك مراتك وإذا هيأت مراتك تحب غيرك. صلاح أبو سيف قال إنهم كانوا بيصوروا الفيلم في نهار رمضان، وكان في مشهد بيتطلب إن البطل كمال الشناوي يبوس البطلة اللي هي كاميليا، لكن كمال الشناوي لما شاف السكريبت بتاع المشهد رفض بشدة وقال مش ممكن أبوسها، أنا صايم، إحنا في رمضان. صلاح أبو سيف حاول يقنع كمال الشناوي بكل الطرق لدرجة إنه تقمص دور شيخ وعمل له فتوى مخصوص قال فيها قبلة التمثيل لا تفسد الصيام لأنها بتدخل تحت بند متطلبات العمل اللي بيتكسب منه، وقال له كمان إن تعطيل التصوير هيخسرنا معدات وشغل يوم كامل وهو ده اللي هيكون حرام بجد. في الوقت ده كانت كاميليا في أوضتها وعرفت من بعض العمال إن في أزمة وإن كمال الشناوي مش عايز يبوسها، لكنها ما عرفتش إن السبب إنه كان صايم وفهمت الموضوع غلط وقررت تنتقم منه. صلاح أبو سيف أقنع كمال الشناوي بالبوس في رمضان، وفعلا استعد الشناوي لتصوير المشهد وجه وقت البوسه، لكن كاميليا بقى هي اللي رفضت وقالت ستوب مش هصور، هو رفض يبوسني؟ هو يطول؟ انا كمان مش موافقه وعندي كرامه ومش ممكن اخليه يبوسني. المخرج صلاح ابو سيف اضطر يتدخل تاني
ليقنع كاميليا انها تصور المشهد، وقال لها ان السبب الحقيقي للرفضه هو الصيام. المهم المشهد اتصور في الاخر، وقال صلاح ابو سيف انه كان افضل مشهد بوسه صوره في حياته. اكيد ازمه البوسه في نهار رمضان لو كانت النهارده كانت هتتصدر اليوتيوب وكل مؤشرات البحث في جوجل وكل مواقع التواصل الاجتماعي. انا لا يمكن نتنازل عن حقي ابدا. 47 جنيه و300 وكم سم ملام. مشاهد او سكتشات الخواجه بيجو كانت بتهلكنا من الضحك. فنان مبدع عرف يمسك شخصيه واحده ويتقمصها كويس جدا، ومن خلالها يحفظ لنفسه اسم وتاريخ في سينما الزمان الجميل. لكن هل حد يعرف مين هو الخواجه بيجو؟ اسمه الحقيقي ايه؟ تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع لكم تاني. بتتفرج على افلام قديمه صح؟ تعرف الخواجه بيجو؟ لا. فيلم اسماعيل ياسين في مستشفى المجانين شفته صح؟ فاكر المخرج؟ لا انا ما بهتمش بالمخرجين وكده يعني، انا لا ما بقراش اللي كان فيه في حته في الفيلم لما كان في المستشفى وكان في واحد عامل نفسه مخرج فيلم وكده فاكر اللقطه دي في الفيلم. تعرف الشخص ده كان اسمه الحقيقي لا. بتشوف افلام قديمه طبعا؟ لا. فاكر فيلم اسماعيل ياسين في مستشفى المجانين؟ فاكر. فاكر شخصيه الخواجه بيجو؟ فاكر. فاكره؟ تعرف اسمه الحقيقي؟ لا طبعا ما اعرفش اسمه. كيف كنت بتشوف افلام قديمه؟ تمام. تفتكر فيلم اسماعيل ياسين في مستشفى المجانين؟ تمام. تفتكر شخصيه الخواجه بيجو؟ تمام. فاكره؟ فاكر. تعرف اسمه الحقيقي؟ لا للاسف. ما صدفتش عرفت اسمه قبل كده خالص؟ لا ما عرفتش. طب تفتكر ايه من اعماله؟ لا هو الكاركتر بس بتاعه يعني، انا افتكر الكاركتر لكن ما فكرتش مره ان انا اسال على الاسم بتاعه او في من الاعمال معينه، لكن هو انا شفته في كذا عمل يعني في كذا كاركتر. طبعا كنت بتشوف افلام قديمه؟ طبعا. تفتكر شخصيه الخواجه بيجو؟ طبعا. كان طلع في ايه تقريبا؟ الاسامي افلام صعب اجيبها. خواجه بيجو بيطلع في بار مثلا، انا عارف صوته وطريقه ادائه يعني، بس مش فاكر الاسم او مش فاكر. ابو لامعه. طيب تفتكر تعرف اسم الخواجه بيجو الحقيقي؟ لا صعب صعب. لا صعب. طبعا كنت بتشوف افلام قديمه. تفتكر شخصيه الخواجه بيجو؟ لا. ما شفتش فيلم اسماعيل ياسين في مستشفى المجانين؟ شفت فيلم. شفت فيه لما اسماعيل ياسين دخل مستشفى المجانين، مش كان في شخصيه كده عملت فيها مخرج في المستشفى فاكر اللقطه دي في الفيلم؟ انا كنت سمعت الفيلم ده من زمان جدا بس انا ما افتكرش كويس. خواجه بيجو امشي على عجله من قدام وعجله من ورا يا حبيبي. قال له ازاي يعني؟ قال له امشي عجله ونص من قدام وعجله ونص من ورا. تمام يعني. تفتكر بقى اسمه الحقيقي؟ اسمه الحقيقي؟ لا ما اعرفش بصراحه يعني اسمه الحقيقي، بس هو كان دمه خفيف في الافلام طبعا كده معروف ومشهور بالخواجه بيجو، بس مش عارف اسمه بصراحه. لا الخواجه بيجو اللي محدش عارف اسمه زي ما شفته هو الفنان فؤاد راتب. اسمه الحقيقي محمد فؤاد امين راتب، يعني مصري ومش خواجه ولا حاجه. بيجو مسفريتو كاتوليانو باستانو ارسيان جوندوفلو كوكاس باولو فاستاولو بولو فينو بيجو. كان بيشتغل مدير اداره العلاقات العامه في اتحاد الصناعات المصريه، مش كده وبس، ده كان حصل على دكتوراه في التخطيط والاحصاء، وكمان مسك منصب مهم في الهيئه الافريقيه الاسيويه للشؤون الاقتصاديه. دخل الخواجه بيجو الاذاعه عن طريق الاذاعي حسين فياض، لكن صاحب الفضل الاكبر عليه هو الاذاعي الشهير بابا شاه. الانطلاقه الفنيه الحقيقيه للخواجه بيجو كانت من خلال مسلسل ساعه لقلبك اللي اتحول بعد كده لبرنامج اذاعي واللي عمل فيه دور الخواجه بيجو، وهي بالمناسبه الشخصيه الوحيده اللي قدمها في كل افلامه واللي تصدرت او بنتخيل انها تصدرت الترند في كل مره ظهر بها على الشاشه، خصوصا في المشاهد اللي جمعته مع ابو لمعه. لكن للاسف اصيب الخواجه بيجو في نهايه حياته بالشلل النصفي بعد ما خلف 3 اولاد، وبعدها اصيب تاني بازمه قلبيه وتوفى في 18 يونيو سنه 1986. دي كانت حلقتنا وحكاياتنا من ترند زمان. استنونا مع حكايات جديده وكواليس اكتر من نوستالجيا زمان واسرار لا يعرفها احد عن نجوم الزمان الجميل.